حكايتنا النهاردة عن مكان من أبغض وأشر الأماكن الموجودة على الأرض، مكان حواليه حكايات غريبة ملهاش تفسير. ناس بتقول إنه سجن للجن، وناس بتقول إنه مأوى الأرواح الكافرة والمنافقة. حتى المعلومات الجغرافية عنه مش كتير، لأن محدش عارف يستكشفه، واللي بيدخلوا يا إما بيطلعوا منه جثة، يا إما بعد كام متر بيترعب ويطلع ويقرر إنه ما يدخلوش تاني. حلقتنا النهاردة عن بئر برهوت. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو انت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا الجديدة أول بأول. البئر ده موجود في وادي حضرموت في اليمن. طول قطر البئر ده حوالي 100 متر وعمقه 375 متر تقريبا، بس لحد دلوقتي مش متأكدين من مدى صحة الكلام ده. طبعا دي قياسات مش طبيعية تماما لبئر، المفروض انه من صنع الإنسان من قديم الأزل، بس القياسات دي ممكن تكون منطقية جدا لو اللي عمل البئر ده الجن. بيقال ان البئر ده اتبنى اثناء وجود المملكة الحميرية، يعني من بعد سنة 110 قبل الميلاد في اليمن، وان احد ملوك المملكة دي سخر مردة الجن لبناء البئر ده عشان يخفي فيه ثروته وكنوزه. وعدت السنين، ولما الملك ده مات عشيرة الجن استولت عليه وسكنته. وناس تانية بتقول انه اتبنى عشان يكون سجن لمردة الجن المتمردين. بس اللي ملفت للنظر إن كلمة برهوت معناها أرض الجن أو مدينة الجن في اللغة الحميرية القديمة، ولو فكرت تزور المكان وتروح تستكشف البئر مش هتشوف أي حاجة جوه غير ظلام حالك، والحالة الوحيدة اللي تخليك تقدر تشوف إن الشمس تبقى عمودية فوق البئر بالظبط. ولو قربت من حافة البئر ووقفت شوية هتلاقي في روايح كريهة جدا بتطلع من البئر، وفي صوت مية زي كأن في مجرى مائي، مع إن كل المحيط بالبئر صحراء جرداء، وساكن البئر ده أفاعي كبيرة جدا ونادرة. اتشهر البئر بحكايات كتير حواليه من أهالي المنطقة واللي بيأكدوا إنها حقيقية، ومنها إن أهالي المنطقة في مرة نزلوا حد منهم بحبل عشان عايزين مية من البئر، والشخص ده بعد كام متر قعد يصرخ ويقول لهم خرجوني من هنا خرجوني، وقبل ما شدوا الحبل وطلعوه لقوه ميت. والكارثة إنه نصه اللي فوق بس اللي طلع ونصه التحتاني مش موجود، كأن في حاجة التهمته أو قطعته النصين. ومرة تانية كان في واحدة ست بترعى غنم ومعاها ابنها الرضيع، وسابته في الأرض واتلفتت ثواني تشوف الغنم، واتفاجئت إن الطفل اختفى تماما وملوش أي أثر. وبالفعل دوروا عليه كتير هي وقابلتها، بس ما وصلوش لأي حاجة، وقالوا إن الجن اللي ساكنين في البئر ده هم اللي أخدوه. وناس تانية بتقول إن لو قعدت شوية بالليل جنب البئر هتسمع صوت أنين وحد بيعيط وبيتوجع، وبيطلع من البئر ريحة وحشة جدا وبخار. بس اللي لازم تعرفوه إن البئر ده اتذكر أكتر من مرة في نصوص دينية وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بتأكد إن المكان ده أبغض وأشر مكان على وجه الأرض. هسيبها لكم في صندوق الوصف. ومن القصص القديمة اللي بتتحكى عن البئر ده حكاها الإسماعيلي، وهو أحد أئمة اللغة والشعر والبلدان، عن رجل حضرمي إنه قال: إنا نجد من ناحية برهوت رائحة منتنة فظيعة جدا، فيأتينا الخبر إن عظيما من عظماء الكفار قد مات. يعني معنى الكلام ده إن كل ما في ريحة وحشة بتطلع من البئر بيجيلهم خبر إن في حد من عظماء الكفار مات، والمقصود بكده إن روحه بتروح تسكن البئر ده. يحكى كمان إن في راجل بات ليلة في الوادي، ولما رجع لقابلته قال لهم: وأنا هناك كنت بسمع طول الليل حد بيصرخ ويقول يا دومة. رد عليه بعض أهل العلم والدين وقالوا إن الملك الموكل بأرواح الكفار اسمه دومة. كل القصص دي حوالين البئر، ومحدش يعرف ايه سبب الغموض اللي حوالين البئر ده بالذات، لحد ما جت شركة وقررت انها تستكشف البئر. اسم الشركة خط الصحراء. قررت تستكشف البئر
ونزلت مصور وربطوه بحبل ومعاه كاميرا فيديو عشان يصور. والمفاجأة إن بعد حوالي 100 متر المصور قعد يصرخ ويقول لهم خرجوني من هنا خرجوني، وطلعوه بالفعل. ولما طلع سألوه إيه اللي حصل، كنت بتصرخ ليه بالشكل ده؟ رد وقال إنه كان بيشوف البئر بيقفل عليه، ولما أخدوا الكاميرا عشان يشوفوا صور إيه اكتشفوا إن كل اللي الكاميرا مصوراه عبارة عن وش بس، ما فيش صورة لأي حاجة. وطبعا الموضوع فشل ومعرفوش قصة البئر، بس في شهود شافوا البئر من جوه لما الشمس كانت عمودية عليه، وبيقولوا إن في زرع وخضار وفي زي نهر جاري، وده اللي لما حد بيقف عند فوهة البئر فعلا بيقدر يسمعه. كل دي حكايات غير معروف مدى صحتها اتحكت عن البئر اللي بيحيطوا الغموض من كل ناحية واللي في انتظار حد يستكشفه. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة لأصحابكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.